بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. ذكرى يوم مولد النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم ميلاد النبي ده يوم فرح، يوم فرح جدير إن احنا نحتفل ونحتفي به محبة لحضرته صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لمقامه صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للسعادة والبهجة والفرحة بيوم قدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا، وإشراق أنواره على الأكوان، لأنه استنارت بمولد النبي الهادي، استنارت الدنيا كلها وتفتحت أبواب العدل والحق. ودي نعمة كبيرة بعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة كبيرة امتن الله تعالى بهذه النعمة على العالمين بصفة عامة وعلى المؤمنين بصفة خاصة. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأسمى للإنسان الكامل والقدوة الحسنة، القدوة الحسنة لينا، لأنه كان في كل معاملاته وتعاملاته مع الناس، سواء كان ده مع أصحاب النبي الكرام رضوان الله تعالى عليهم، أو مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن، أو حتى في تعاملات ومعاملات النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع خصومه، كان قدوة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين، فكانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته تجسيد عملي لمعاني الرحمة، لأخلاق الإسلام الرفيعة، وتطبيق حي لكل تعاليمه صلى الله عليه وسلم. ففي كل مرحلة وفي كل خطوة من حياته صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد وضع أسس واضحة للتعامل مع الآخرين بإنسانية وبرحمة وبعدل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتمتع بجميع الصفات اللي بيتطلع إليها الإنسان الكامل، والمؤمنين المفترض إن هم دائما يتطلعوا إلى الإنسان الكامل حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فهو كان ذو خلق عظيم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم متسامحا، عدلا، صبورا، حليما، رفيقا صلى الله عليه وسلم، متواضعا. كانت كل تصرفات النبي انعكاس لما وصف به في القرآن الكريم لهذا الخلق العظيم. فكان قدوة عظيمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لم يكن يدعو إلى الفضائل فقط، إنما كان بيدعو إلى كل فضيلة، وكان سلوكه العملي بيجسد الفضائل اللي كان بيدعو إليها، فكان يجسدها في حياته اليومية. وكانت السيرة النبوية نموذج يحتذى به على مر العصور. وبالرغم من كل التحديات والصعوبات اللي واجهها النبي عليه الصلاة والسلام خلال رسالته، هي كانت تحديات كبرى، سواء التحديات دي كانت من قومه أو من أعدائه، إلا إن اللي بيتدبر السيرة بعمق وبدقة يجد إنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلى مطلقا عن أخلاقه العالية، لم يكن مثلا لينتقم لنفسه، بل كان يعفو ويصفح ويسامح عند كذلك ويعفو عند المقدرة. ومن أجل أن نتأسى بحضرته صلى الله عليه وسلم، وإن الإنسان المؤمن يبقى عنده شغف بما كان يقول ويفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مواقف حياته، وفي المواقف اللي ممكن يجد الإنسان المؤمن فيها شبه بذات المواقف، إنه يتأسى بحضرة رسول الله. خاطبنا الله تعالى في كتابه الكريم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. التيسير كان من أبرز أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومظهر يعني من أهم مظاهر الرحمة في الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى بشر النبي العدنان الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ونيسرك لليسرى. ولو نظرنا ودققنا النظر في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، نجد إنه حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام جسد هذا الخلق قولا وعملا، يعني دعا إلى التيسير في كل شيء، وكان مطبقا للتيسير، ما كانش متعنت، ما كانش متعصب صلى الله عليه وسلم. فكان النبي الكريم يحب التيسير في كل شيء ويدعو إليه، وكان بيكره التشديد في كل شيء. وكما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، بعت الاثنين اليمن عشان يعلموا الناس أمور دينهم، وكمان ياخدوا الصدقات منهم، وكل واحد منهم راح إلى منطقة في اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام جم يسلموا عليه، فالنبي أمرهم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى دائما، لأن ده منهجه، منهج النبوة الشريف، ينهى عن التعسير، ينهى عن التشديد، يأمر بالرفق، يأمر باللين، يأمر بمراعاة أحوال الناس لأنها متغايرة متفاوتة. فدينه الذي بعث به يسر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خير دينكم
أيسره، يعني الإنسان في دنياه ما يشددش على نفسه في أمور العبادة، لأنه ده كان منهج نبوي كريم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته؟ قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خير بين أمرين أنه يختار أيسر الأمور، وده كان تجسيد لمنهجه في التيسير. ورد في الصحيح عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إسما، فإن كان إسما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التيسير أصل من أصول رسالته، بل التيسير مقصد من مقاصد هذه الرسالة الغراء. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح للمسلمين المنهج بتاعه في التعليم وفي الرسالة، عشان يتخذها من بعده المسلمين طريقا ومنهج. والمعنى إن الله لم يبعثني معنتا، يعني إننا لم يبعثني لأوقع أحدا في أمر شديد، العنت يعني المشقة، والعنت برضو يعني الإثم، ولا متعنتا أي ولا طالبا لخطأ من أحد، يعني إنه يترصد موطن زلة الآخرين، إنه الناس تبقى قاعدة تتقفى أو إنها تمشي تتابع أخطاء بعض الناس، ده سلوك بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي بيقول: ولكن بعثني معلما، أي معلما للناس الخير، وبعثه كذلك ميسرا، أي مسهلا للأمر، مبشرا بالخير لمن آمن بالجنة والنعيم، إنه حيبقى له الجنة وله الأجر الجزيل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في هذا الحديث أن الله تعالى لم يبعثه مشددا على الغير بأنه يلزمه بشيء ممكن يصعب عليه أداؤه، إنما المعنى أنه كله في مقدور الناس، ما أمرنا به من التكاليف الربانية كلها في مقدور الناس أنها تقدر تقوم به. وفي نفس الوقت هو صاحب الشريعة اللي كلها يسر ورحمة، وفي ذات الوقت ليس هو بالمترصد لزلة أحد، ده مش من أخلاق المؤمنين، ولا هو يتبع منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما بعث ميسرا على الخلق، فهو رحمة الله تعالى للعالمين. وكما إنه صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ميسرا معلما، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا الخلق، بل ألزمهم به إذا وجد في بعض المواقف ما يستدعي أنه يوجه إلى ذلك، يعني ألزمهم بما أرسل به من ضرورة التيسير والرفق، سواء الإنسان يرفق بنفسه أو حتى مع جميع الخلق. فقال فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكان صلى الله عليه وسلم يوجه ويربي على هذا الأساس، ونقدر نشوف ده قوي بوضوح عندما صلى سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه بالناس،
وأطال في القراءة، صلى بهم بسورة البقرة كلها في الصلاة، فشق ذلك على أحد المصلين وخرج من الصلاة ليتخفف فيه من الصلاة، وجد سيدنا معاذ طول قوي في الصلاة وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومربيا لسيدنا معاذ رضي الله عنه، قال له: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ قالها ثلاثا. اقرأ، يعني وانت بتصلي بهم، انت إمام بتصلي بالمصلين، اقرأ إذا أردت الصلاة جماعة بالناس، والشمس وضحاها، اقرأ وسبح باسم ربك الأعلى ونحوها. يعني قال له إنه، وقال له كمان في رواية أخرى إنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر، يعني أنت ما تعرفش أحوال الناس، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التخفيف على الناس في أمور العبادة وخصوصا في الصلاة، عشان الناس لا تنفر ولا يملوا. فتعلمنا من الموقف ده إنه على الإمام في الصلاة تخفيف الصلاة على المصلين، رعاية ومراعاة لحال المأمومين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. إن التيسير منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل شيء. التشدد ليس موافقا للمنهج النبوي الكريم في التعليم والتعلم والتوجيه والإرشاد والتربية. يكفي ما فهمه التابعي الكبير سفيان الثوري رضي الله عنه، هو فهم ده من خلال الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وصاغ سفيان الثوري هذا المعنى العظيم في عبارة فارقة فقال: إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. الفقه الفهم، فهم علوم الوحي الشريف،
بيبقى إنك بتقول ده حلال وده حرام بناء على الدليل الذي اعتمدت عليه وفصلته وبينته. أما مسألة إن كل حاجة تقول ده حرام 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 فدليل على قلة بضاعة صاحبها في العلم، إنما القوة في العلم إنك تأتي أن تقول أن هذا حلال وتأتي على ما تقول بالدليل. والحقيقة إحنا بنشوف في زماننا خلط كبير جدا بين مقامين مهمين جدا إنه يتعرف الفارق بينهما. إن إحنا هناك فارق بين مقام الفقه والفتوى ومقام التقوى، لأن إحنا بنجد تضارب وظهور كثير من الفتاوى بتبقى في الحقيقة للأسف من أنصاف متعلمين مش متخصصين، وبيحصل هذا الخلط لعدم هذا أو فهم هذا المبدأ المهم. الفتوى بتقوم على قواعد التيسير في الشريعة الإسلامية اللي تعلمها العلماء من القاعدة القرآنية الكلية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك مما تعلموه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية والتقريرية كذلك. فبالتالي مبنى الفتوى على التيسير عشان تقدر تستوعب كل الناس بمختلف أحوالهم وظروفهم وبيئتهم وثقافتهم ومستوياتهم المختلفة. يبقى ده مقام الفتوى. مقام تاني اسمه مقام التقوى. ده التقوى ده من باب الورع، والورع ده بيعمل به الإنسان في خاصة نفسه، يلزم به نفسه ما فيش مشكلة، لكن لا يلزم به غيره. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وقف لما سيدنا معاذ عمل كده قال له: أفتان أنت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بنضرب مثل إنه انتقد هذا الأمر، أنت عايز تقرأ بسورة البقرة في الصلاة مع نفسك لكن ما تلزمش بيها الناس في الصلاة. وده ينصب برضو على الفتاوى التي تخرج إلى الناس. لابد إن إحنا وبراعي ذلك أهل العلم التفريق بين مقام الإفتاء اللي هو نابع من هذه أساسه هو التيسير على الناس اقتداء بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبين مقام الورع اللي صاحبه بيفتي بيه نفسه بشيء بيلزم بيه نفسه ممكن يحتاج إلى نوع من الشدة، وإن الإنسان يستطيع أو إنه يقوى على فعل ذلك، لأن زي ما قلت إنه ظروف الناس مختلفة. التيسير والرفق ورفع الحرج عن الخلق سنة نبوية في كل شيء، في الإفتاء، في كل أنواع التعامل مع البشر. التيسير على الناس خلق نبوي رفيع، مقصد عظيم من مقاصد الشرع الشريف. الغرض منه هو الإعانة على القيام بالتكاليف الشرعية. أنا لما شدد على الناس مش لن أعين الناس على القيام بأداء التكاليف الشرعية، ولن أعين الناس على إن هم يتحققوا في مقام العبودية، وإنهم كمان حصعب عليهم إن هم يكونوا يعني يقدروا يقوموا بألوان العبادات المختلفة بمنتهى اليسر والرفق دون تشديد أو تعسير. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك، والطف بعبدك في الدارين، إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا
وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم. ثم الرضا، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة في بيته الشريف، قدوة في حسن معاملته ورحمته بزوجاته رضي الله عنهن. كان بيعامل زوجاته بحب وباحترام، كان يكرمهن رضي الله تعالى عنهن، وكمان كان بيقدر مشاعر إلا أحيانا بتكون عند النساء. وكما سنرى ما كانش بيفرق بين واحدة من زوجاته، يعني أي، كان يعني يجتهد في أن يعدل بينهن رضي الله تعالى عنهن، وكان بيوالي أو بيولي كل واحدة منهن اهتمام خاص وتفهم خاص بطبيعتها ونوازعها النفسية وميولها، وكمان يحاول إن هم يوفي جميع احتياجاتهن رضي الله تعالى عليهن. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أعباء الرسالة الكبيرة والدعوة العظيمة اللي كان بيقوم بيها، كان بيشارك في أعمال البيت، وكان يقول دايما صلى الله عليه وسلم معلما للأمة: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والمقولة دي بتلخص فلسفة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأسرة. شوف قد إيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما روى وارد كان يكون في مهنة أهله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله حتى إذا حضرت الصلاة. حاجة الوحيدة اللي تاخده من إنه بيساعدهم في البيت وبيعاونهم ميعاد الصلاة، ميقات الصلاة، يصلي ويرجع تاني النبي عليه الصلاة والسلام ليشاركهن في المنزل تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وإعانة منه صلى الله عليه وسلم. كان بيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه الرجل يجب أن يكون قدوة حسنة في بيته قبل ما يكون قدوة حسنة في مجتمعه. وهو لو ما كانش قدوة حسنة في بيته فحيبقى فيه عوار في قدوته في مجتمعه، لأن في صلاح البيت صلاح الأسرة، وفي صلاح الأسرة صلاح المجتمع كله. ولما كان في شيء حتى بيحصل في بيت النبوة، ده أمر طبيعي، لما يعني نوع من الخلافات يحدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته رضي الله تعالى عنهن، كان النبي عليه الصلاة والسلام أسلوبه أنه بيلجأ للحوار والتفاهم معاهم بدلا من أنه يعنفهم أو يتسلط عليهن رضي الله تعالى عنهن. والأمثلة على كده كتيرة جدا، وكلها إذا تدبرتها تجد فيها مدى الرفق ومدى الحلم ومدى الصبر ومدى الحكمة في معالجة المواقف الخلافية اللي من الطبيعي هتكون موجودة بين الأزواج والزوجات. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل للرجال في صبره وحسن معاملته لزوجاته. شوف المثال ده، لما في يوم أهدت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طعاما له ولأصحابه الذين كانوا عنده في بيت أمنا السيدة عائشة، وذكرت روايات أخرى أنها السيدة يعني صفية هي من قامت بإهداء هذا الطعام. ستنا صفية على لسان أمنا السيدة عائشة كانت طباخة ماهرة جدا، فلما هي بعتت الأكل على بيت ضرتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها غارت ستنا عائشة، ومن غيرتها ضربت إناء الطعام بيدها فوقع على الأرض فانكسر وتبعثر الطعام. وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام ناس كتير من المهاجرين والأنصار يجلسون معه في نفس المكان، فلما هي عملت كده رأت ستنا عائشة تغير في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنعت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للضيوف اللي كانوا عنده: غارت أمكم. ثم قالت بعدها السيدة عائشة، لأنها حست أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه لم يرضى عن هذا الموقف، ولو أنه عذر الغيرة اللي هي كانت فيها،
فقالت له: ما كفارته يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إناء كإناء وطعام كطعام. منتهى الهدوء، منتهى الصبر والحكمة، بيعلم النبي عليه الصلاة والسلام وبيقر كذلك الكفارة على هذا الفعل، فبيوجه زوجاته إلى حسن التصرف. وده نوع من الصبر الجميل، بدل ما نزعق وصوتنا يعلى وكلمة على كلمة، والعملية بدل ما يبقى موقف بسيط يعني يزداد ويصبح موقف كبير من الغضب وإثارة المشكلات، الهدوء، الصبر، الحكمة، وإنه الإنسان ياخد الأمور بالحكمة. الحياة الزوجية تحتاج صبر عظيم وحكمة كبيرة، فكان الصبر الجميل على الزوجة وما فعلت. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إلى حسن المعاملة، وفي نفس الوقت تعليم للأمة كلها كيف يتعامل أو يتعامل الرجال مع النساء في لحظات الغيرة وخلافها من المشكلات اللي ممكن تنشب بين الزوج وزوجته. كمان اتعلمنا من هذا الحديث قاعدة عظيمة جدا في التعامل بين الناس، ألا وهي أن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. يعني الإنسان اللي أوقع وألحق ضررا بآخر عليه أن يتحمل ما وقع من إضرار بالغير، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر زوجته الكريمة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أمرها بإحضار أنها تبعت بإناء من عندها هي ليكون عوضا عن إناء السيدة صفية. الإناء بتاعها اللي انكسر قال لها رجعي لها واحد مكانه، وأعاد لصاحبة الشيء حاجتها التي أرسلتها دون تلف. وهذا من توجيه النبي وحسن وجمال صبره صلى الله عليه وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بصبره ورفقه، كمان في مجال التعليم والتوجيه. يعني ما كانش من عادته أن يوبخ أو أنه يعنف أحد لمجرد وقوع خطأ منه أو أنه جهل ففعل شيئا، بل كان بياخد بإيدين اللي قدامه للصواب بهدوء وبرفق وبتلطف. شوف قصة الأعرابي الذي تبول في المسجد، وأراد الصحابة ساعتها أول ما شافوه بيتبول في المسجد إن هم يزجروه أو يزقوه أو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ولطفه، قال: دعوه ولا تزرموه. يعني سيبوه كده يخلص يقضي الحاجة بتاعته في هدوء، بلاش تقطعون عليه بولة. يعني شوف قد إيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سيبوه
تزرموه من زي يعني ما تقطعوش عليه ما هو عليه، سيبوه لا تقطعوا عليه بوله، دعوا إلى أن يقضي حاجته. ولما فرغ الرجل الأعرابي دعا صلى الله عليه وسلم بدلو فأمر بأنه يتصب على هذا وعلمه بطريقة رفيقة وبين له صلى الله عليه وسلم موطن الخطأ وأرشده للصواب. ما هو الأعرابي ده هيعرف العلم ده منين؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام معلم الأمة. وزي ما هو وارد في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له بعد بقى ما خلص الأمر وقضى حاجته، النبي صلى الله عليه وسلم نداه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، ده مش مكانها هنا، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فوضح له إن دي أماكن عبادة وعلمه وما نهرهوش وما فزعهوش حتى أثناء ما كان يقوم بفعلته ذلك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة عظيمة، لأنه ما كانش بيعلم الصحابة بس بمجرد الكلام وحسب، بل كان قدوة في كل ما يعلمه. إذا أمر بخير كان أول واحد يعمله، وإذا نهى عن شر كان أبعد الناس عنه، كان بيطبق كل شيء بيعلمه على نفسه قبل ما يطلب من الآخرين إن هم يقوموا به. وده المعنى الحقيقي للقدوة. لذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيتعلموا من الجناب النبوي الشريف إنه مش بس السنة القولية، لا، ده عاشوا مع النبي وأخذوا وتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة القولية ما أمرهم به، وكذلك السنة الفعلية التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا في ذلك كيف يكون المربي صادقا ورحيما متسامحا شجاعا في نفس الوقت. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير، أمرتك الخير، لكن ما أتمرت به وما استقمت، فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصف الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بخلق الحياء. هذا الخلق الكريم العظيم، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بآداب التعامل مع الجناب النبوي الشريف، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي من والله لا يستحي من الحق. صدق الله العظيم. طبعا هذه الآية المباركة
كانت لأن في يوم النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج بأمنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، فدعا الصحابة على وليمة العرس، وكان الحجرة الشريفة الخاصة بستنا زينب رضي الله تعالى عنها ما كانتش إلا غرفة واحدة، والمكان مش كبير قوي. فلما دعاهم النبي إلى وليمة العرس، الصحابة جم بدري جدا قبل ما يتم طبخ وإعداد الطعام، وبعد ما طعموا قعدوا بقى استرسلوا قبل ما الطعام يعد، وبعد ما خلصوا أكل برضو قعدوا يتكلموا ويحكوا ويسترسلوا في الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ضيقوا على النبي وعلى زوجه الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، والنبي استحى ان هو يقول لهم يعني اتفضلوا خلاص الزيارة، او ان هم فاتهم وما انتبهوش لآداب الضيافة. فجاء التوجيه النبوي الشريف الى ضرورة رعاية آداب الزيارة، وانه في حق الجناب النبوي الشريف لابد ان يراعى ذلك. ولذلك بعد ما نزل هذا الحكم الإلهي الكريم، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكرهوا جدا أنه يصدر منهم أي شيء يضايق النبي عليه الصلاة والسلام، فلأنه عرفوا من أنه النبي عليه الصلاة والسلام لو في حاجة شخصية مضايقاه ما كانش يقول لهم، حياء منه وتحملا، فيقعوا هم في الإثم ويقعوا في مخالفة الأمر الإلهي هم مش واخدين بالهم. فكانوا دايما دقيقين، عندهم دقة وحرص في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان حمولا حييا صبورا. وعشان كده كان الصحابة بيعرفوا من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، لهم بقوا مركزين أكتر، فكانوا بيعرفوا من وجه النبي عليه الصلاة والسلام الشريف إذا كان هو راضي أو هو في ضيق متضايق من حاجة، كما ذكر لنا سيدنا أبو سعيد الخدري في وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لقد كان دستور النبي صلى الله عليه وسلم القويم، وقانون النبي عليه الصلاة والسلام المستقيم في بناء شخصية الفرد والمجتمع وترسيخ قواعد الحضارة والعمران، هو الامتثال لقول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. بيوجهنا أو بتوجهنا الآية الكريمة لما فيه إن إحنا نمتثل لما في هذا الدين من جوامع الأخلاق والقيم، اللي هتخلي من الإنسان إنه يقدر ينزل منازل الأبرار ويلحق بمقاعد الصديقين والمصلحين، من خلال إنه يتخلى عن كل الرذائل ويبعد نفسه عن كل الشرور والآثام والفساد، ويبعد نفسه عن المجاهرة بالمعاصي، لأنه استشرد في بعض مجتمعاتنا إن الناس النهاردة أضحت تجاهر بمعصية الله، ويخشى على فاعل ذلك من إنه يؤخذ بعذاب أليم. نرجو أن الناس إذا أصبت بمصيبة المخالفة لأمر الله ما تطلعش تجاهر بيها فتأذي صالح المؤمنين وتشيع الفساد وكأنه أمر عادي في المجتمع. أخلاق كثيرة سادت في بعض مجتمعاتنا، نرجو أن يعودوا هؤلاء
إلى رشدهم في ذكرى ميلاد الحبيب، بالتخلي عن الرذائل والشرور والفساد والمجاهرة بالعصيان، وإلى ينتقلوا إلى التحلي بالخير والعمل الصالح والبر والقيام بالعمران ومحبة الخير للغير، تحب الخير للناس زي ما بتحبه لنفسك. وفي ذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل أي العذاب الشديد لذلك الذي سيذكره صلى الله عليه وسلم، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. المعاني دي كلها بتؤكد على جملة المنافع والمصالح اللي حصلت للإنسانية والمخلوقات من ميلاد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، باعتباره سبب ومظهر لحصول كل خير تغتنمه البشرية في الدنيا والآخرة، خاصة هذا النموذج الإنساني الكامل والقدوة الفريدة اللي أشاد به المخالف قبل المحب. وده بيقتضي من المسلمين من المؤمنين والمؤمنات يقتضي بذل الشكر لله ولرسوله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بإظهار السرور والفرح والبهجة بذكرى المولد العطرة بشتى المظاهر والأساليب المشروعة، وذلك امتثالا لقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.